أهلا بكم في قناتنا، قناة الفن، لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناتنا. الفنانة السورية ليلى سمور تعود إلى دمشق بعد سنوات من الغياب، وتعرف على زوجها الممثل وابنها الوحيد ومعلومات لا تعرفونها عنها. وبعد غيابها لسنوات عن الدراما وعن وطنها الأم، عادت النجمة السورية ليلى سمور مؤخرا إلى دمشق لتستقر فيها. الممثلة السورية ليلى سمور مواليد محافظة السويداء بجنوب سوريا في تاريخ 5 آب أغسطس عام 1967. وعمرها في العام الحالي 57 عاما. برجها الفلكي هو برج الأسد. تعتنق ليلى سمور الديانة المسيحية. درست ليلى الحقوق في جامعة دمشق وتابعت دراستها في إتقان اللغات في معهد اللغات في دمشق. ودخلت ليلى المعهد العالي للفنون المسرحية مجبرة، إذ كانت تريد دراسة النقد وليس التمثيل، وتخرجت منه في العام 1991. حيث تخرجت ليلى سمور الأولى على دفعتها، وبدأت التمثيل بعد عامين من تخرجها. ليلى هي الشقيقة الصغرى للفنانة السورية فيلدا سمور. الفنانة السورية ليلى سمور مع والدتها. ليلى سمور متزوجة من داخل الوسط الفني من الممثل والمخرج والمنتج جورج حداد، ولديهما ولد واحد يدعى طارق. كما وكانت تعمل كمسؤولة عن مكتب تجاري عندما تعرفت على زوجها جورج حداد، والذي بدوره كان خريجا للمعهد العالي للفنون المسرحية. وفي العام 2017 سافرت ليلى سمور برفقة زوجها الفنان جورج حداد إلى باريس، حيث يقطن وحيدها طارق مع زوجته. ومنذ ذلك الوقت وسمور تقيم في فرنسا، وقال البعض أنها تركت الدراما لكنها نفت الأمر وقالت إنها ضمن زيارة عائلية فقط. وصرحت ليلى آنذاك بأنها ستعود إلى دمشق فور حصولها على الإقامة الفرنسية. طارق حداد ابن الفنانة السورية ليلى سمور. زوجة ابنها هي ساندرا علوش، والتي شاركت في النسخة الأولى من برنامج مذيع العرب على شاشة أبوظبي. طارق حداد وزوجته ساندرا علوش. في بداياتها عملت ليلى مع شقيقتها في المسرح القومي،
وفي العام 1990 انتسبت إلى نقابة الفنانين في سوريا. في رصيد ليلى سمور ما يقارب 80 عملاً درامياً، حيث قدمت العديد من الأدوار الكوميدية والدرامية والأدوار المركبة الصعبة. وسط نجم ليلى سمور بمشاركتها بمسلسل باب الحارة، لكنها استبعدت من الجزء الثالث لأسباب مادية. وعن تجربتها في مسلسل باب الحارة علقت ليلى سمور بأنها تكره ذلك الدور رغم اعتزازها بالمشاركة في العمل، وعملت في جزئين لأنها كانت معجبة بتجربة الملة في تقديم البيئة الشامية في أعمال سابقة له. وصرحت سمور حديثا بأنها أخطأت عندما اعتذرت عن كثير من الأعمال في بداياتها بسبب المزاجية، وأنها لو قبلت تلك الأدوار والتي كانت غالبيتها أدوار رئيسية لكانت نجمة صف أول. وقالت ليلى سمور بأن سفرها منذ 3 سنوات إلى فرنسا حيث يقيم ابنها لم يكن سبب ابتعادها عن الدراما، لأنها كانت مبعدة أصلا وكانت الأدوار التي تعرض عليها أقل مما تطمح إليه بكثير. وقالت سمور في برنامج المختار أنه تم استبعادها دون معرفة الأسباب من الكثير من المسلسلات، ومنها ما كانت بدأت بتصويره، وضربت مثلا عن مسلسل من إخراج نجدة إنزو حيث غير لها مواعيد تصويرها وصرخ بوجهها واستبدلها بممثلة لبنانية دون أي أسباب. ليلى نجت من الموت بأعجوبة منذ 6 سنوات، حيث كانت متوجهة إلى شركة الإنتاج في سوريا من أجل الدبلاج، وقبل مرورها ب5 دقائق انفجرت عبوة ناسفة في طريقها، وعندما حدث انفجار في مبنى التلفزيون كانت هناك، وشعرت بأن قوة إلهية حمتها. ودافعت سمور عن نفسها ضد من اعتبرها زوجة منتج درامي، وأوضحت أنه ليس منتجاً بل اشتغل لسنوات كمنتج منفذ لشركات إنتاج. الفنان السوري جورج حداد. ورأت ليلى سمور أن من يريد الإساءة لها سيقول إنها تعمل دائما بحكم أن زوجها منتج، ولكن عدم عملها في الفن منذ سنوات يبرهن عكس ذلك. وأوضحت ليلى بأن عمل جورج لم يكن في سوريا إلا بنسبة قليلة مما اشتغله كثيرا ما كان عمله لمسلسلات في السعودية. سمور شاركت بسلسلة مرايا مع النجم السوري ياسر العظمة أخيرها في العام 2011، وتعتبرها تجربة الأفضل بالنسبة لمسيرتها الفنية. وعن سبب ابتعادها عن مرايا، علقت ليلى سمور بأنه كان بسبب المخرج سامر البرقاوي، والذي قدم لها أدوار هامشية وضع اسمها بطريقة غير لائقة في الشارع، وحين قامت بالاستفسار عن الموضوع من العظمة قام بالاعتذار منها، إلا أنه لم يطلبها في أي من الأجزاء اللاحقة. سمور لها مشاركة واحدة بالدوبلاج بدور ميسر في المسلسل التركي فاطمة في العام 2012. وكان لها عدة مشاركات سينمائية، منها فيلم رؤى حالمة في العام 2003، وسحاب في العام 1992، وفيلم السيف والوصية. وفي المسرح ظهرت بعدة مسرحيات، أبرزها مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر، ومسرحية أصوات الأعماق، وفتى الغريب المدلل، ومسرح الأطفال.